السلام عليكم. نهار جديد، وصفة جديدة، وصفة بسيطة. إلا عندك الخبز بارد أو كواسون، غادي نديرو واحد الوصفة حلوة، واحد تقوزات من البساطة ما كاين ومن أسهل ما كاين. شوفوا ما ديروش بالكم مع ديك الروبينة والكراطن، راه قلت لكم أنا رحلت وتمارة بالكراطن ما كاينش بحالها. المهم قلت ندير واحد شويه بسيط بزاف اللي ما يشد ليا شي اليدين، ما عنديش العوين. يلا يلا الخدمه، الصيام، العيا، الرحيل، المهم الحياه عندنا وعندكم راه فيها كل شيء والحمد لله. الوصفه اليوم مقتصره على شويه ديال الحليب، على الزبيب، على الكرز المجفف، عندنا واحد ربع البيضات، شويه ديال اللوز افيلي او شرائح، واحد السكر الاسمر، فانيلا. انا كنفضل هذه الوصفه نديرها بالكرواسون او الكرواسون احسن من الخبز، والخبز حتى هو يعني ماشي مشكل، يعني يجي هائل بزاف وعاد. المهم قطعنا كرواسون بهذه الطريقه كما شفتوا، دهنا الزبده في الطاوله، طلينا الفران. غادي تقولوا كثيره، كثيره، وليني انا شنو كندير؟ كما قلت لكم كندير بشويه بالكثره وكنحط في الفريكو النهار اللي ماشي دائما، انا دائما محتاجه الحوين تيكون ما فيه ما ندير شي حاجه، ولا المهم تنجبد من الفريكو نسخن وناكل، مريضنا ما عنده بس. المهم وصفه درتها او طاوه درتها بالزبيب واللوز او شرائح اللوز، والطاوة الثانية عجبني نديرها بالكرز المجفف وجوز الهند او عين الجمل او القرقاع كي كنقولوا له حنايا بالمغربيه ديالنا. المهم ضروري تحركوا هذيك التخليطه، تحسوا بلينا الزبيب غادي يكون في الوسط من الفوق ومن التحت، وعاوتاني نفس الشيء بالنسبه للكرز او الكرامبري، دراي كرامبري حتى هو يا واخا تشوفوا كتحطوها هكا من الفوق، حتى هو حركوها كخفيف خفيف كينزل قبل ما ديروا الخليط ديال البيض. الخليط ديال البيض ما كاين ما سهل منه بزاف وعد. المهم قبل ما ندوزوا للخليط ديال البيض، هنايا بالكرومبيري كيواتيه القرقاع بالمزيان او جوز الهند كيجي واحد التجانس مع بعضهم جميل بزاف. فانا قلت ندير شويه هكا، اللي ما كيبغيش شاي الكرومبيري والقرقاع غادي ياكل الزبيب واللوز وفي الماكليتيه الجديد. المهم كنرضيو جميع الاذواق على قدر المستطاع. في الحليب غادي نطربو معاه هاد ربعة ديال البيضات. الحليب هنايا وريتكم غير جوج الكيسان، وزدت كاس اخر لان طاوة الاخرى كبيرة، فغادي تهز ليا السائل ديال الحليب اكثر من جوج ديال الكيسان. سو انتهيت بانني خدمت عليها بثلاثة ديال الكيسان ديال الحليب، وعلين هنايا جوكخوا خمسة ديال البيضات. اوكي فما اقتصرناش غير على البيض اول مرة، كنسحب ليا الكرواسون غادي تجي حدو قدو، فدرت الوصفة بخمسة ديال البيضات وثلاثة ديال الكيسان ديال الماء، معلقة كي كتشوفو هكايا ديال القرفة، ضروري القرفة، ومعلقه قدها ديال الفانيلا السائله، يمكن تستعملوا الفانيلا ديال السكر. وهنا يفيد من نديروا السكر الابيض، انا كنفضل نديرها بالسكر الاسمر كيعطيها واحد التعليكه زوينه وواحد النغمه او النسمه او اللذه ألذ بكثير. المهم حركوا مزيان وغادي نضيفوا كل شيء للخليط ديالنا. بطبيعه الحال هنايا حيت الطاوة كبيرة هزت لينا ثلاثة ديال الكيسان ديال الحليب كما قلنا وخمسة ديال البيضات، في الصغيرة غادي نديرو جوج كيسان ديال الحليب وثلاثة ديال البيضات، ممكن ديرو أربعة متوسطين الحجم أو صغار، نفس المقياس ديال القرفة مع الفانيلا السائلة، وغادي تحطوها هكايا. ضروري تحسو بها عامد في الحليب، يعني need to be soaked in the milk. اوكي خصها تكون شاربه مزيان، وش غادي نقول لكم تخليوها ترتاح اي واحد شويه قبل ما تدخل الفران، ونتاكدوا مزيان بلي انها فعلا سوكات او شربات هذاك السائل ديال الحليب
مع البيض بالمزيان، لانها خص ضروري تكون شربات، عاد ندخلوها للفران. اوكي، فانا رغم انني كنت كنفوشيها مزيان باش تهبط بالميكس بالطراب اليدوي، فمن بعد استعملت يديا. ونفس الطريقه غادي نديرو بالنسبه للصينيه الصغيره اللي فيها الكراز والكركاع. فهنايا درت جوج كيسان ديال الحليب، ثلاثه ديال البيضات، وتقريبا نفس العبار ديال القرفه مع فانيلا سائله. طبيعه الحال في عود ما نديرو كاس ديال السكر، درنا قلت كسد الاربع ديال الكاس ديال السكر، وليني راه السكر الاسمر ماشي حلو بزاف، يعني ما تخافوش منها. وانا بالنسبه ليا الحلاوه دائما تنحطها بشكل معقول، لانني ما عنديش مع السكريات، والسكر الاسمر صحي احسن من السكر الابيض، اللي لقيته اكثر ممكن تجوزوه وما تستعملوهش يكون احسن. فكما شفتوا هكايا بسباتولا كنحاول ما امكن ان نبريسي على الكرواسون او الخبز على حسب ما نتوما مستعملين هذاك النهار، لان البريد بودين خصو يكون شارب مزيان باش يلاه يلاه ملي كيطيب كيجي مفشفش، كيجي رطب، كيجي هش، ما خصناش يجي مدقس ولا معلك ولا ملبط. فغادي تيجي واحد البريد بودين، ما عرفتش سميتو بالعربية، غادي تسامحوني. المهم هاد الوصفة جميلة بزاف، أكيد كل شي عارفها، حبيت نشاركها معكم. أنا حطيت عاوتاني اللوز إيفيلي أو شرائح اللوز أو رقائق اللوز بأصح التعبير من الفوق قبل ما تدخل الفران. وفي الصينية الأخرى درت هكا حبات القرقاع أو جوز عين الجمال أو كيما أي واحد كيسميها على حسب لغة بلادكم. هكذا يلب فقط للتزيين وندخلوه للفران. غادي ياخد لينا 350 درجة إن شاء الله، يعني ماشي شي حرارة عالية كتيرة، اللي غادي ياخد الوقت ما بين 40 حتى 45 دقيقة. سو 350 فرنهايت at the time between 40 to 45 minutes. وعينكم ميزانكم، وضروري دائما تديروا توتبيكس او شنو ما كان او موس كتشوفوا البيض بحال الشكل اللي قلتي غادي طيب كيكه. الا خرج لك الموس ناشف بطبيعه الحال راه هي جاهزه واجده ماضيه، تخرجيها من الفران من بعد تقريبا كما قلت 40 حتى 45 دقيقة، كطيب خاطرها على درجة ديال 180 درجة سلسيوس اللي هي 350 ديالنا حنا هنا فرنهايت. اوكي، شوفي كتجي رائعة جدا، يعني ما تخنكمش الإضاءة. اوكي، بقى ما تقديتش مع حليب الكوزينة وندير الرينج لايت and we'll go from there. okay so هنايا كان دائما الفطور على السريع، ان تماره ما خدات لينا شيء في النهضره. غادي تعذروني التقديم ماشي سليم وليني ماشي في المستوى، انا معكم في هذا الموضوع، لان هنا انا كنت عجيز، انا بمجرد ما كنفطر كنصلي كخصني نعس نرتاح، لان النكس داي عاوتاني اوبن مورنينغ، وليني راجلي خدا واحد طريف شغادي نقول لكم، جات لذيذه هشيشه رطبه زوينه، ما عندي ما نعاود عليها. جربوا هذه الوصفه وردوا لي الخبر الى عجبتكم، انا متاكده غادي تعجبكم، غادي تبقاو تستعملوها مره جايه ومره اخرى وهكذا. هنا اليوم التالي من بعد ما باتت الثلاجه، شوفوا ملي كتكون بارده وتخرجيها من الثلاجه حطيها في الافن لواحد المده ديال 5 ديال الدقائق، شاطي نقول لكم كانكم يلاه طيبتوها. انا هنا درت فيها الخير، خرجتها من الثلاجه قطعتها طرونشات على حسب البورشن او البورسيون اللي غادي تجينا حنايا للعائله، درتها هكايا في طوات صغارين، وغادي نربيها نخشيها في الفريزر الوقت اللي كنكون انا محتاجاها، غادي نخرج النصيب اللي غنكونوا محتاجين، وكتجي كتبقى كما كنقولوا في الثلاجه لواحد المده معقوله، ما عنده ما يطرى لها
درنا لها الورق الغذائي وديروا لها السلفان يعني ربطيناها مزيان وغادي نحطوها في الفريزر بالصحة والسلامة إن شاء الله. نتمنى هذا الفيديو البسيط البسيط جدا المتواضع عجبكم مني اليوم. ما قدرش نحط لكم بزاف ديال الوصفات هذا رمضان، ولكن الله غالب.